يا هلا الشيخ، تفضل، شلون ممكن أساعدك؟ مثل ما تشوف، ما أحتاج أحد يساعدني. أنا بساعدكم بشرط توافقون على طلب قرضي. لو قلنا هذه صافي معاشي وهذه معدل صرفي الشهري، فلو جمعنا وطرحنا وقسمنا وضربنا وسوينا حسبة دقيقة ومعقدة، طبعا سهلة وبسيطة بالنسبة لي، هذه مبلغ القرض اللي بتعطوني اياه، وعندك مبلغ القسط ونسبة الفايدة وعلى كم سنة راح اخلص، وبتحصل توقيعي بعد تحت. بس ما نستغني عن توقيعكم طبعا. طبعا عزيزي، جنك بالغت شوي، لا تشيل هم، تقييمك وتقريرك الائتماني يختصر الموضوع.